صباح النور إخوان أخوات زارعي ومزارعات الأشجار المثمرة المهتمين والمهتمات، أخص بالذكر شجرة الأفوكادو الرائعة الثمينة المسمات في عصرنا الحالي بالذهب الأخضر وسط الكم الهائل من الفواكه، وهي تسمى الذهب الأخضر لا لشيء إلا لأنها تتميز بفوائدها الصحية والغذائية، يعني قيمتها العالية على المستوى الغذاء واستعمالاتها المختلفة ونيفو ديال الكوسميتيك وكذلك في التغذية والأغراض أخرى. تكلمنا العديد من الحلقات على لطاي أو التقليم ديال شجرة أفوكادو، أهمية ديال القصوى، بحيث أنه بدون تقليم جيد ومعقلا لن نحصل على الغلة المطلوبة أو الإنتاج المطلوب. اليوم كنتواجدوا في إقليم القنيطرة، إقليم معروف طبعا بتربته ومائه ومناخه الرطب، في هذه الضيعة، ضيعة أفوكادو ديال أحد الأصدقاء. لاحظوا الشكل ديال هاد الأشجار أنها مفروشة على الأرض، والسبب بطبيعة الحال هو أنها لم تقلم في وقتها، يعني لم تقلم بنظام وانتظام، بحيث أنها منذ 3 أو 4 سنوات ما قلموهاش الإخوان، الشيء اللي خلى هاد الفوضى خلاها مفروشة في الأرض. هاد الأشجار هذه العمر ديالها يتجاوز 12 سنة، لاحظوا من خلال الشكل، من خلال الطول والعرض، لكن بعد التقليم سيكون الإنتاج جيد. في هاد الحالة ديال الأشجار اللي فايتة العمر ديال 10 سنوات كنقوموا بالنوع ديال التقليم اللي كنسميوه لاطاي دو غاجونيسمو او لا لاطاي دو لا روجينيراسيون، يعني اما تشبيب او لا لا روجينيراسيون، تقريبا تنجيلو هاد الجيل. هاد النوع ديال لاطاي كنديروه كيف ما قلنا في الاشجار الكبرى، كنستعملوا الات اخرى، نستعملوا المحرك، المنشار ديال المحرك كيف ما كتشوفوا في اعلى الفيديو، وكنستعملوا كذلك مناشير، وكنقوموا بوضع واحد الكولوار اللي فيه على الاقل واحد 2.5 متر او 3، باش نخليو الاخوان اللي معتنيين بالضيعة انهم يقوموا باللونتروتيان ديالهم، يعني بالعناية بالشجرة، يدخلوا مثلا الكومبوست، يقوموا بالراش، مهم لونتروتيان عموما يبقى الكولوار، كذلك علو كنقصوا منها. والى اقتضى الامر شفنا شجرة يعني مغلقة تحجب الشمس والرياح، يعني التنفس الشجرة تتخنق، كنقوموا بالفتح ديالها من الوسط باش تولي عندنا لازون ايغي، وتولي عندنا كذلك الشمس ضرب في القلب ديال الشجرة نظرا لأهميتها. يعني غادي نشوفوا، ها انتم شفتوا معنا هذا الكولوار، هذا الشكل الفوضوي، وغادي ننتقلوا نشوفوا كولوار اخر بعد ما خدمناه في اطار فريق ديال العمل الفلاح الصغير. شفنا قبل قليل الكولوار كيفاش تم، والان غنشوفوا الشكل بعد التقليم. لاحظوا خلينا واحد 2 متر، 2.5 متر ولا 3 متر، على اساس كيف ما قلنا لونتروتيان لو فا اي فيان، السير العادي يكون. وكذلك فتحنا الشجره من الوسط ومن الجانبات ما بين شجره وشجره. دونك هذه العمليه هذه تتسمى كيف ما قلنا لاطاي سيفير بوغ لو راجونيسمون، باش نجدو ولا نجيلو نشبو الشجره باش تعطينا تعاود تروديماري الانتاج عادي وتولد لنا نموات جديده. من بعد هذه العمليه غادي يتم رش ديال ماده تتحتوي على النحاس او لا سولفات دو كويفر، باش لكان نبروتيجيو الشجره على بعض الافات ونحميوها في هذا الوقيته ديال البرد القارس، وكذلك ما يسمى بالجريحه، واحيانا تيكون الصقيع بين الفينه والاخرى. كذلك تيدار الكومبوست ضروري، واخا هاد الشجر كبير غيخصو الكومبوست، ولو ان هاد الاوراق اللي كتشوفوا هي غادي تحول الماتير اورغانيك تولي حتى هي مصدر ديال التغذيه او مصدر الغذاء الشجرة، مع ذلك تنحتاجو الكومبوست لأنه غني بالمواد الطبيعية، والكومبوست يكون اللي تنقولو كومبوست يعني سماد طبيعي متحلل معالج ومتحلل. نكتفي بهذا القدر، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقة الخاصة. إذا كانوا شي إخوان مستعدين
عندهم ضيعات ومحتاجين الخدمة ديال الفريق تواصلوا معنا. إلى اللقاء.